هزيمة، هزيمة موجعة، هزيمة صعيب تقبلها من طرف الجماهير خاصة بعد الهزيمة الكبيرة. من جهة اليمين التوزيع خطير الكرة وموجود رامي، موجود هذا في 5 ماتشات ضد الترجي يوم السبت، ثم ضد المتلوي، ضد السياسات، ضد النادي الافريقي وضد النجم وغضب الجماهير. بن عمر الفرج يا رامي البيت وقتل الفريق محور الدفاع قاعد مش قاعد منتظر يعني كل مره في السيناريو بناء لجنه الدفاع وقته مش متسرع، يعرف انه المباراه صعبه امام منافس قاعد يقدم في مباريات محترمه جدا. بن عمر ثم احمد حسن والتدخل الدفاعي ترجع من جديد رامي البدوي بحث عن هدف متواصل بالنسبه للنجم الساحلي حمدي النجاز بينما على الشبكه الارضيه تابعوا في اشغال المجلس النواب الشعب بالطبيعه في هذا في بث مباشر. كره ترجع لبن فرج رفع لحم حمزه لحم للبدوي رامي البدوي بدوي بن عمر يرجع الى الشاب فرج شوف الصعوبات لعبي من النجم الساحلي مع الملعبيه من الملعب التونسي يدهن محمد صالح لمادي ولا ترجع لصالح الملعب التونسي يحاول يعكس الهجوم موجود رامي البدوي في الطق بيسان ياخذ الكره جاك بيسان بيسان وال مره اخرى مخالفه صالح النجم الساحلي طويله لياسين العبد والضيعه بالجمله عبد الرزاق عبد الاحمد الى البدوي جيدا بالنسبه للملعب التونسي صعب جدا تسجيل الاهداف في مثل هذه الوضعيات بالنسبه للنجم الساحلي حين الاخر يحاول يلعب الهجومات المعاكسه جاك بيسار احمد حسني فيليب شوفان وراه وطبعا المتالق الياس بالكره الى النكاس يلعب مع البدوي رامي البدوي رامي الجهه اليسار بالنسبه للنجم الساحلي بدوي رامي البدوي يطلب الكره نكاس وصل له الكره حمدي النكاس لاعب الملعب التونسي حمزه الاحمر خطيره الكره والحارس والكره موجود احمد حسني في ترتيب رامي النكاس بيسان يرجع من جديد صالح بيسان يرجع الى الخلف الى حمزه الاحمر بانجورا بانجورا الى رامي البدوي رامي البدوي شهاب بن فرج الياس اللجلاسي ما فماش برشا حلول الى يبحث عن احمد حسني يمشي محمد صالح المهدي محمد حيل ياخر يعكس الهجومات الملعب التونسي ممكن تتخذوا السرعه في بين لحمزه الاحمر اكيد النجم مش يلعب الكل في الكل الملعب التونسي كيف كيف نزلوا 40 اقل شويه من اجل انه ممكن جيت وضغط كبير من لاعبي النجم الساحلي يعود لصالح الملعب التونسي الفوزيع فوزيعي والكرة لأحمد حسن ما يخلطش ما يخلطش أحمد حسن 97 هدف في قلت الموسم الفارغ جوز فرق ما تقبلوش باعتبار الملعب التونسي على الملعب التونسي لعب الكرة حمزة الأحمر ربع ساعة أولى في هذا الشوط الثاني اللي سجلها بسيفو على الملعب التونسي تعود لبادي بادي من الكرة تحت على جاك بيسون يخرج الحارس خطير الكرة جاك بيسون والموجود الدفاع موجود الدفاع على النجم الساحلي رامي البدوي تربح بريقي خارج ميدانك تربح بالجزان كيف خارج ميدانك يعني ياسر الخيري خيري فزاع فزاعي باهي العملية فزاعي تعدي محمد صالح المادي
طب جاك بيسار تعود من جديد لصالح النجم المسيحي البدوي الإثارة الفني واللاعبين والمشاكل يعني إلى بن عمر بدوي يطول الكرة إلى البنغورا تتعدى الكرة موجودة السمام أو في نهاية كأس العالم روسيا 2018 كرة ترجع لشهاب منفرج